طيب 22 لاعب في قائمة النادي الأهلي استعدادا لنادي مصر المقص. إكرامي، أحمد عادل، عبد المنعم، رمضان مصطفى، ده ثلاثي حراسة المرمى، أيمن أشرف، محمد نجيب الحمد لله على السلامة، محمد نجيب، عود حميد، صبري رحيل، أحمد فتحي، عمرو السولية، عبد الله السعيد، أجاي، أزارو، كريم نيدفيد، باسم علي، حسين السيد، أحمد ياسر، ريان باكا، وأكرم توفيق، ومؤمن زكريا، وليد سليمان، إسلام محارب، صالح جمعة، محمد هاني. فاكرين إسلام محارب؟ حد فاكر إسلام محارب يا جماعة؟ إسلام محارب كان جاي من النادي السموحة، وكان الحقيقة واحد من اللعيبة الكويسين جدا. أنا بقاله فترة طويلة جدا خارج النادي الأهلي الحقيقة، يعني بقالنا كتير قوي بنسمعش عن إسلام محارب، لكن هو دلوقتي الكابتن حسام بيحاول ان هو يدخله مرة أخرى في المباريات. ارتباك في النادي الأهلي قبل مواجهة نادي مصر المقصة. غاب حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدريبات الفريق الأول اليوم السبت استعدادا لمواجهة مصر المقصة في الدوري الممتاز. واكتفى عاشور بمشاهدة المران من دكة البدلاء، ويعاني لاعب وسط النادي الأهلي من إجهاد عضلي غاب على إثري من مران أمس، ويلتقي الأهلي مع نظيره نادي مصر المقصة في المباراة المقررة ليها غدا الأحد. هشام محمد ورامي ربيعة يواصلان التأهيل. واصل الثنائي هشام محمد ورامي ربيعة لاعبا فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتهم التأهيلية على هامش ميران الفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة نادي مصر المقصة، وأدى ثنائي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب. أيضا النادي الأهلي بيقول لم نتلقى أي عروض من ليفربول لضم رامي ربيعة. قد تناثرت أقوال خلال الفترة الأخيرة عن ضم رامي ربيعة بتزكية من نجم مصر وليفربول محمد صلاح، وتقال أنه يعني الأقرب أنهم يضموا أحمد حجازي مش يضموا رامي ربيعة، لكن نتمنى الحقيقة أن سواء أحمد حجازي أو رامي ربيعة أو أي حد يحترف في نادي كبير زي نادي ليفربول، أعتقد أن ده شرف لأي حد. كشف مصدر للنادي الأهلي عن حقيقة تلقي رامي ربيعة عرضا لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أكد المصدر أن الأهلي لم يتلقى أي عروض لضم اللاعب في يناير، موضحا أنه في حالة وصول أي عرض رسمي سوف يتم دراسته من قبل الجهاز الفني ومجلس الإدارة. وتعليقا على إصابة اللاعب وغيابه عن المباريات، كشفت مصادر برتغالية أيضا وصول عرض من ليفربول لضم مدافع الأهلي في يناير المقبل. بعض الصحف البرتغالية كتبت أن هناك عرض من ليفربول لرامي ربيعة. بكرة هيبقى ماتش حلو. من وجهة نظري أن بكرة مباراة مصر المقصة والنادي الأهلي هتبقى مباراة حلوة جدا بعد الحقيقة تولي الكابتن عماد سليمان الإدارة الفنية لنادي مصر المقصة، ونتمنى أن حد يوقف الأهلي شوية، يعني عايزين مش نتمنى يعني، لكن عايزين دوري حلو. أنا يعني طبعا أنتوا عارفين أن أنا بموت في الأهلي، لكن في النهاية عايزين منافسة. إيه اللي يحصل؟ مين اللي يكسب أو مين اللي ما يكسبش؟ ما عندناش أي مشكلة، ولكن نحب المنافسة، عايزين المنافسة. حتى الآن الحقيقة يعني بعيد خالص، يعني المنافسة بعيدة خالص. وبعدين ما حدش هيستمتع بعدم وجود منافسة. يعني لو الأهلي كسب الثلاث أربع ماتشات المؤجلة ليه، هيبقى الفارق 7-8 نقاط تقريبا، ولسه 12 مباراة ولا 13 مباراة، وبالتالي هتبقى وأنت قاعد كده مش مبسوط من وانت قاعد بتتفرج زي ايام برشلونه. هنتفرج على او هنستمتع بالاهلي لكن عايزين فرقه كده او فرق تتنافس، اهلي وزمالك. الاسماعيلي بسم الله ما شاء الله ماشي كويس بشكل جيد الفتره الاخيره، يمكن تعادله الاخير في مباراته الاخيره اثر عليه شويه، ولكن الايام اللي جايه برضو نادي الاسماعيلي عنده مباريات مهمه ومباريات صعبه. ايضا الزمالك اللي عنده الاسماعيلي الماتش الجاي مباراه مش عارفين مين فيهم اللي هيكسب. الزمالك الحقيقه بعد فوزه امبارح على حرس الحدود في دور ال16 في كاس مصر وظهر بشكل مغاير الحقيقه عن الفتره السابقه،
خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الدوري. احنا عايزين اهم حاجة ان يحدث تنافس ما بين الفرق المصرية كلها علشان الجمهور يستمتع، الناس اللي قاعدة بتتفرج تستمتع على بمشاهدة المباريات، تبقاش عارف ان الاهلي هينزل كسبان. تفاصيل اجتماع